فقد نجحت القوات الروسية حتى الآن بالسيطرة كليا أو جزئيا على 4 أقاليم أوكرانية. إن موسكو تحتاج إلى 30 دقيقة فقط لتدمير دول الناتو في حال اندلاع حرب نووية بين الطرفين. Минского комплекса мер по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, так они звучат. Путин бриء مما تتهمون ولن يؤذينا بطلقة واحدة. هكذا أعلنها الأمريكان. وروسيا ترد: ما يحدث لأوكرانيا هو غضب من الرب. ليرسل الغرب أرتالا من الدبابات لدعم كييف، وموسكو تستعد لإحراقها في الطريق. وللمرة الأولى مقاتلات F-16 تحت خدمة زيلينسكي، والهدف تدمير روسيا. فمن أين لك هذا؟ وألمانيا تحاول تهدئة بوتين، ولكن بعد فوات الأوان. والناتو يبحث عن السلام بطريقته الخاصة، فما الذي يجري؟ طريق سري لإيصال الدعم. لا تحزن أيها الرئيس الممثل، بل شمر عن ساعديك، فقد وافق الغرب أخيرا على تزويدك بأسطول من الدبابات لتستعر نار الحرب. أمريكا ستغذي أوكرانيا ب31 دبابة من طراز M1 إبرامز، وألمانيا ستدعم القوات الأوكرانية ب14 دبابة من فصيلة ليوبار 2، لتسجل النرويج والبرتغال وإسبانيا حضورها في قائمة الداعمين بعدد من دبابات ليوبارد، فيما بريطانيا تكفلت ب14 دبابة من طراز تشالنجر، ليظهر دلوع فرنسا مقدما لكييف دبابات لوكلير. إنها جحافل ستقيم القيامة على رأس بوتين، ولكنها لن تصل للقوات الأوكرانية في الوقت القريب. فالجميع يبحث عن طرق سرية لإيصال هذا الدعم إلى داخل أوكرانيا، خوفا من أن تستهدفها ضربات روسية في الطريق. لتؤكد تقارير عالمية أن نقل الدبابات لأوكرانيا بسرية قد يحتاج سنوات. إذن فما الفائدة من هذا الدعم؟ تأتي الإجابة من المستشار السابق للبنتاغون الأمريكي دوغلاس ماكريغور بأن كل هذا الدعم هو لإطالة القتال فقط، فواشنطن تدرك قرب هزيمة كييف. وقبل أن يصل الدعم، أعلنها الكرملين بأن كل تلك الدبابات باهظة الثمن ستحترق وتدمر في ساحة المعركة. وبين جنون أطراف الحرب، ذكرت مجلة علماء الذرة أن عقارب ساعة يوم القيامة التي تشير إلى خطر حدوث كارثة عالمية وصلت إلى رقم قياسي. ليرد ديمتري ميدفيديف بالقول: على صانعي الساعات بايدن وشولتز أن يوقفا دقات الساعة الذرية. الوضع يزداد تعقيدا، فدعم أوكرانيا لن يقتصر على الدبابات أو الصواريخ. لتفجر سلوفاكيا مفاجأة باعتزامها نقل طائراتها السوفيتية المقاتلة من ترازنيك 29 إلى أوكرانيا. ليضيف وزير الخارجية الأوكراني كوليبا مفاجأة أخرى، معلنا أن الاتحاد الأوروبي يدرس تسليم طائرات F-16 لكييف. فإن حصل هذا حقا، هل ستمتد نيران الحرب إلى القارة الأوروبية؟ انفصام التصريحات. هذه الحرب الحامية أثرت على عقول الساسة وجعلتهم يتناقضون مع أنفسهم. ها هو المستشار الألماني أولاف شولتز، وبينما يعلن عن تزويد أوكرانيا بالدبابات لقلب الطاولة على بوتين، يصرح بأن ألمانيا ستلتزم بمبدأ تجنب التصعيد بين روسيا وحلف الناتو التي هي عضو فيه. يا لهذه السخرية! يدعم أوكرانيا بأفتك الأسلحة ويريد تجنب المواجهة مع الروس. وإلى تناقضات الناتو، وها هو أمينه العام ينس ستولتنبرغ يقول إن الطريق إلى السلام في أوكرانيا يمر عبر إمداد كييف بالأسلحة. أي سلام ستصنعه الدبابات والمدافع والصواريخ؟ أما الأمريكان فلا حدود لانفصامهم، فبعد عشرات التصريحات الأمريكية حول ما تمثله روسيا من تهديدات لدول الناتو وأنها تنوي
استخدام أسلحة محرمة في معاركها بأوكرانيا. خرج منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي لينسف كل تلك الاتهامات لروسيا، متحدثا بأن موسكو لا تنوي استخدام أسلحة دمار شامل في حربها مع كييف أو حتى ضرب دول الناتو. فهل هذا صك براءة لبوتين أم إن هناك تغييرا في اللعبة؟ آخر المستجدات. في مشهد مرعب وكأنه من فيلم سينمائي، حلقت أسراب من الغربان فوق أحياء مدينة كييف ليعلق النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانوفسكي بأن ذلك غضب من الله. بعد صمت طويل أقرت قيادة الأمم المتحدة بأن الكوريتين الشمالية والجنوبية خرقتا اتفاقية وقف إطلاق النار المعمول بها منذ عام 1953 بإرسالهما طائرات دون طيار إلى أراضي بعضهما في ديسمبر الماضي. صوتت لجنة في البرلمان السويسري لصالح مقترح يسمح بطلب تعديل قوانين البلاد بهدف إتاحة تصدير أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا عبر دول أخرى. فهل تتخلى سويسرا عن الحياد من أجل أوكرانيا؟ ضعوا توقعاتكم في التعليقات.